بالنسبة لي هاد الظرفية اللي كنعيشوها اللي هي ظرفية ديال هاد الوباء اللي هو متواجد في العالم بإسره، واللي هي كورونا. هاد الوباء اللي حير البشرية عموما. وأنا شخصيا كنحاول ما أمكن أن نعيش حياتي عادية، وكان نزاولوا الأشياء اللي هي يومية ديالنا، مع يعني في الأجواء العائلية اللي حنا كنعيشها مع وليداتنا، مع الأهل ديالنا، مع هذا. ولكن يعني كتبقى يعني التأثير ديال هذا الوباء وهذه الظرفية عموما، والأشياء اللي خاصنا نجتنبوها، والتجمعات، و يعني كل حاجة اللي هي حميمية كتخلق، اللي كانت يعني متواجدة بيناتنا ولينا كنفتقدوها، حتى لا ينتشر هذا الوباء أكثر ما هو انتشر بهذه الطريقة اللي هو حاليا يعني وصل لها. كنتمنى أن هذا العلم والعلماء والناس اللي ساهرين على التطور العلمي وعلى البحوث أنهم يبداوا في هذه العملية تاع التلقيح، ويوصلوا للعلاجات، ويوصلوا لهذا حتى يعم الطمئنان ما بين البشر، وحتى الناس أنها تحاول تعيش حياتها عادية وترجع كما كانت وأفضل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.